ترانسفير شفاف، واحد على ستة، واحد على ستة أو واحد على خمسة من الأوتر ركوب. وبعدين كملت مع السكيلر. السكيلر دي فايبرس لير عشان تعمل بروتكشن للاي من اكسترنال اتروما. لو واحد خد اتروما قاعده كبيره عليك شويه، القاعده دي كبيره عليك شويه. انت يا ابني، انت ابو الشباب. ايوه اقعد عدل يا دكتور، يا تقعد عدل يا تطلع بره قولا واحدا. اقعد عدل، تعال تعال لي هنا، تعال. زي زميلك اللي قاعد قدام. الطب مش مجرد معلومات. انت مخك بفضل الله مفتوح عني، وتقدر تقرا وتفهم قدي 10 مرات. الطب مش مجرد معلومات. صباح الخير. التشينج اوتر. هات، لا هات لي الرسمه، توقف عند الرسمه حبيبي، توقف عند الكتاب اصلي. ايوه، ايه فاسكولار اللي هي الكورديا يا جماعه، ايه فاسكولار ترانسيفر تومبرين، بتعمل انتيريور سيدز 1/6 من الفايبر سكوت كونتينوس بستير باسكيل. طيب ليها سنسوري نير سبلاي بروتكت الاي بول. اهم فايده في الكورنيا ان هي بتعمل ريفليكشن، بتجمع الضوء وتبعته لللينس. تمام. بعد كده السكليرة يا جماعة سك وبيك معتم ليه؟ عشان ما يخليش الضوء اللي دخل العين يتسرب. ما هو ممكن الضوء يدخل من الكورنيا على الاي بول ويبدا يتشعب شمال بره ويمين. تمام يا حضرات. بتعمل 5/6 في الجانكشن بتاعتها، بتاعت الكورنيا مع السكيلرا. دي في حته مهمه جدا يا ابو الشباب اللي احنا جبنا سيرتها امبارح يا بنتي. قلنا الليمبس او الكورنيو سكيلرال جانكشن، ساعه لما بنتكلم عن الانسرشن بتاع الكتايمر. طيب بطبيعه الحال خليك يا ابو الشباب معايا شويه، بروتكت الاي بول طالما ثيك وأوبيك وفيبرس بروتكت. يا هناء الاي بول لو واحد خبط الكف كده تقوم تحمي الاي بول من الاكسترنال اتروما. يقول لك العين عليها حاجب، صح؟ تمام. التشنج اب الطب هنا هكلمكم يا شباب. للاسف الشديد ديت الكورنيو سكيلر جانكشن او الليمبس بين قوسين اللي هي الحته اللي مش باينه دي. طيب الكورنيو سكيلر جانكشن دي سيز كورنيا يا شباب، وبعدين دي السكيلرا. مالكوش دعوه بالجزئيه اللي جوه ديت، الجزئيه اللي جوه ديت الايرز، واللي هي دخلنا على السكند لاير. تمام. انا كلامي عن الـ عن الـ عن الاوتر فايبرس لاير. دي سيز كورنيا، وبعدين ادي السكيلرا عند الجانكشن بتاعت الكورنيا مع السكيلرا. يا دكتور هتلاقي في كنال اسمها كنال اوف سكيلم، كنال اوف سكيلم اس سي اتش. اللي ما هو ده عالم اخترعها، او مش اخترعها، هي موجوده اكتشفها. الكنال اوف سكيلم ديت في غايه الاهميه، بتمص او بتصفي او بتدرين الاكوس هيومر
اللي هو السائل بتاع اللي موجود جوه العين يا جماعه، اسمه الاكوس هيومر. هذا الاكوس هيومر بيدرينج من هنا هوت ويدخل على الفينوس بلاد، ولو ما حصلوش درينج هيزود الانتراكرينيال اسف انترا اوكيولار تنشن. ها انتراكرينيال تنشن او بريشر، هي كلاهما واحد. انتراكرينيال تنشن او بريشر اللي بيعمل الديسيز اسمه جلوكوما. جلوكوما تمام. طيب التشنج بالطب الفاسكولار كود، الفاسكولار كود التشنج بالطب الفاسكولار كود. اللهم صل عليك يا سيدي يا رسول الله. هات لي اول رسمه يا دكتور اهي. الفاسكولار كود يا حضرات الدكاتره، مش الفاسكولار بقى اللي هي السكند كوت، اسمها ايه؟ السكند لاير. احنا اتفقنا ان الاي بول عليها كم لاير؟ ثلاثة. الأولانية اسمها ايه؟ فايبرس. الثانية فاسكولار اللي هي بيجمنت. الثالثة نيرفس النيورال. بس عايزك يا دكتور تتخيل، تخيل معايا ان الفاسكولار كود مش واخده الليمونه بالكامل. لا لا، انا هتخيل ان انا جبت اهو ادي الليمونه تمام تمام، هجيبها كده عند هاخد عند هذا الحد. الفاسكولار كود توقفت عند الجزئية اقول تلات ارباع الليمونة من ورا. معايا يا بنتي؟ معايا هناء؟ يبقى هنا هو انا كلامي عن السكند لاير اللي هي الفاسكولار كود. هنا هو ده يا حضرات بتتكون من ايه الفاسكولار كود؟ من السيلياري بودي، السيلياري بودي والايرز وحاجة اسمها الكورويد. كورويد. يبقى الكورويد يا شباب، الكورويد انا هتخيل الفاسكولار كوت عامله لي كده تمام. يبقى انا هاخد النص اللي قدامي ده وهشيله بره تمام، وهشتغل على النص ده. الكورويد خليك معايا وهتقارنها بالرسم. الرسمه دي فيها خطا كبير جدا، هقول لكم عليه دلوقتي. الفاسكولار كوت مبطنه قول التلات ارباع تمام. لما جت عند الربع الامامي، طب مبطنها ازاي يا بنتي؟ بحاجه اسمها الكورويد. الكورويد هايلي بيجمنتد. بما انه هايلي بيجمنتد فبيعكس اي ضوء جوه الاي يخليه ما يطلعش بره. دي اول حاجه. تاني حاجه انا عايزك تتخيل يا ابو الشباب ان بما انها هايلي بيجمنتد تمام، راح جاي ايه وهي دايره كده دايره كده. الحته دي مش هتفهموها الا اذا تخيلتوها ايه هي. يبقى انا خلصت يا دكتور من الكورويد اللي موجوده ورا اهي. دي الكورويد الغلطه البشعه اللي في الرسمه. الخط الاخضر شاف جايبه فين؟ جايبه فين؟ لا دي الرسم ما تجيش كده تمام. الهوت بقى يا دكتور لما انا تخيلت معاك، انا كنت عايز اجيب ليمونه، قلت والله اللي عايز ياكل يبقى يجيب ليمونه معايا مش جاي. حلوه دي الفاسكولار كوت يا شباب اهي دايره تمام. انا شلت النص الامام. انا عايزك تتخيل يا ابو الشباب ان السيلياري بودي راح ادي الدايره ولافف حوالين الدايره كده اهو من جوه. طب هقول لكم حاجه، انت متخيله ليمونه كوره تمام، كوره اهي. انت جيت يا دكتور على هنا هو في هذا المستوى ورحت عامل حد تريانجولر جوه الكوره اهو. انا هجيب المثلث ده قدامي، رحت انت ماسك حته عجينه
وحاططها هنا اهوت داير ما يدور حوالين الكور. تخيلت ايه؟ الكره هي الايبول، هقول ده الانتيريور وده البوستيريور، تمام؟ الكورويد خلصت منه ورا، ماشي؟ طيب اللي قدام الايرز والسيلياري بودي. طب السيلياري بودي عامل زي الدايره كده اهو على الجانكشن، تخيلا تخيلا وليس تحديدا، على الجانكشن بتاعت الثلاث ارباع اللي ورا والربع اللي قداماني بتاع الكوره. الكوره عامله كده، تخيلتوها يا شباب يا ابني؟ صلي على النبي، تخيلتها يا حبيبي؟ الكوره عامله كده. طيب السيلياري بودي عامل ازاي؟ يعني مش انا ليه انت تخيلت كده كده السيركل ده الانتيريور اهوت وده البوستيريور. طب السيلياري بودي عامل ازاي؟ السيلياري بودي لازق جوه الكوره كده اهو كده اهو كده اهو، مثلث عامل كومبليت رينج حوالين الكوره من جوه. اصحي تخيلتيها يا بنتي؟ اصل لو ما دخلتهاش مش هتفهميها، لو ما دخلتهاش مش هتفهمها. يبقى السيلياري بودي كل ما هنالك يا ابو الشباب، انا عايزك تتخيل ان ديت الاي بول، ما هي بول يعني كور، تمام؟ راحت الكورويد جايه من ورا، كويس اهي، وبعدين بيلسد بالاوبتيك نير، تمام. الانتيريور بارت بتاع الكورويد سلم الى السيلياري بودي. السيلياري بودي عامل زي الكوره كده اهوت، محوط الانتيريور الكوره اول اراوند، وبعدين طلع منه ايه؟ طلع منه الايرس، طلعت منه الايرس بقى. الله اكبر، احنا رحنا بعيد ليه؟ طب ما لما الايرس تطلع منه تطلع ازاي يا شباب؟ الايرس مش انا متفق معاك ان الكره عامله كده اللي هو السيلير بودي؟ ايه؟ ما هو انتوا لازم تتفاعلوا معايا، انا ما اعرفش انا بقدم في مالطا ولا بشرح عشان الناس فهماني. ما كلنا صايمين، تمام اهي. طيب الايرس تبقى سيركل اهيت، انا مش دايره دايره ماسكه في السيلير بودي من بره، ومن جوه بالفوريتد بالبيوبل، صح؟ الايرس اهي، ما ده قلنا البريفري السيلير بودي. طب الايرس عبارة عن سيركل، انت حطيتيها، حطيت البريفري بتاعها لحمته يا دكتور في السيلياري بودي، والسنتر بالفوريت، بالفوريت بايه؟ بالبيوبل. ذات اوكي؟ تخيلتوا؟ والله لو ما تخيلتوا هتفهموه، مش هتفهموه، تمام. يبقى ده يا شباب التشينج يا دكتور بقى بعد كده، طالما الحمد لله. لا ايوه لا هات الرسم اهو، ادي الكورويد نهايته من ورا، تمام. راح جاي عامل السيلياري بودي يا شباب، السيلياري بودي اهوت يا شباب مثلث عامل زي حته العجينه اللي انت اول اراوند. اتفضلي اتفضلي بس شويه، بنعمل شويه كده سسبنس عشان صحصح الناس، يعني بنعمل شويه سسبنس عشان صحصح الناس يا بنتي. اه ولا الناس هتنام من اذا كان احنا نايمين، وبعدين كلنا نايمين، صح؟ اهي تريانجل. انت انت استبعدت النص الوراني من الكره اللي هو الايبول، لا ده كمان، ونص النص القدامان التلات ارباع، ورحت جايب حته عجينه لزقها في الكره من جوه من جوه من جوه. This is triangle. This is السيلياري بودي. السيلياري بودي راح طالع منه بقى ايه؟ ما كملش بقى على الكورنيا قدام، لا. This is the cornea، لا ما كملش. راح طالعه منه الايرس وداخله بجوه الكوره لايك ذس. لما دخلت جوه الكوره اللي هي الايبول بالفوليتد في النص بالسيلياري بودي،
تخيلتوها يا شباب. ها تمام، ادي السيليري بودي، وبعدين ادي طالعه منه الايرز. راحت السيليري بودي يا جماعه له شويه سيليري بروسيسز، سيليري بروسيسز، عمل شويه بروسيسز، طالع منهم زونيولار فايبر شويه الله اكبر. ما الايرز هيت، الايرز هيت، بس خد بالك، خدي بالك الرسمه جايبه الايرز لازقه في اللينس، نيفر الايرز مش لازقه، هي قاعده قدام اللينس. This is the lens. ادي الايرز، وبعدين ادي السيليري بودي طلعت منه زونيولار فايبر اتصلت باللينس. خدوا بالكم يا بنتي، ما ديت عمليه الاكوموديشن اللي بتحصل لما لما بتشوف نير اوبجكت. تمام، ادي ادي الكورويد خلصنا منه، السيليري بودي ادي كلامي عن عن الباسكولار او الميدل كود، طلع منه زونيولار فايبر تلاقي اللينس قاعده ورا الايرس. ده خدوا بالكم، ده خدوا بالكم الايرس هتقسم السبيس اللي بين الكورنيا الى تو تشيمبرز، الى انتيريور تشيمبر قدام الايرس، والى بوستيريور تشيمبر ورا الايرس. التو تشيمبر دول الانتيريور اند بوستيريور تشيمبرز اللي فيهم الاكواس هيومر. يا دكتور طب التو تشيمبرز متصلين ببعض؟ بايه؟ اقعدي ساكت، متصلين ببعض بس يا هناء، متصلين ببعض التو تشيمبرز؟ انا قلت الايرز قاعده في السبيس، انت كنت فين؟ انت الايرز في سبيس قدام اللينس، اللينس متعلقه في السيليري بودي بحاجه اسمها الزونيولار فايبر. راحت الايرز قاعده في السبيس الفراغ اللي قدام اللينس اللي بينها وبين الكورني. طيب اسميته ايه؟ تو تشيمبرز، انتيرور تشيمبر قدام الايرز وبوستيرور تشيمبر ورا الايرز. طب انا سؤالي، هل التو تشيمبرز متصلين ببعض؟ بايه؟ ايه بايه؟ يا بنتي اسكتي، انا عرفتك، عرفتك جبتيها من الاول يا هلا، خلاص عرفتك جبتيها. ها التو تشامبرز متصلين ببعض بايه؟ يا اخي ها متصلين ببعض بايه؟ بالبيوبل، بالبيوبل. ايه يا شباب، مش الايرز برفوريتد بالبيوبل يا بنتي؟ مش الايرس بالفريتس بالبيوبل؟ هنا بقى الاكواس هيومر عمال طالع من البوستير تشامبر على ليه؟ لان الكنالو في سكيلم اهي بتاخد من الانتيرو تشامبر، ملهاش علاقه يبقى الاكواس هيومر طالع كده 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 وروح داخل على الانتيرو تشامبر. تمام، التشنج اوف الطب السيلير بودي خلاص كلمه. بس ارجع حته عايز اقولها اقولها عليه، أو لا ارجع هذه الرسمة. السيليري بودي بيطلع سيليري بروسيسز، زونيولار فايبر بيتصل باللينس، بيتصل باللينس. تمام، الزونيولار فايبر مع السيليري بروسيسز دول بيعملوا سسبنسوري ليجامنت اوف ذا لينس، دول اللي معلقين اللينس. التشينج يا دكتور، ادي السيليري بودي اهوت يا حضرات، هنا الصوره مكبره شويه، ادي السيليري بروسيسز وادي اللينس، ذيس از ذا لينس، وبعدين ادي السيليري بودي اللي هو واخد المربع ده كله، في سيليري مصل، في سيليري مصل وسيلياري بروسيسز. التشينج يا دكتور،
خلاص تشينج يا دكتور، ادي الماسلز اوف ذا ايرز اللي انتوا بتعوجوا فيها في الفسيولوجي وفي الاناتومي وما انتوش عارفين ايه سبب السيريالي. الماسلز اوف ذا ايرز حاجه من اتنين، يا سيركولار يا ماسل لفه دايره حوالين الاوربت حوالين البيوبل، اسف حوالين اهي سيركولار يا راديال. طيب السيركولار الضيق البيوبل تعمل اكوموديشن، الضيق البيوبل تمام، اما الراديال تشد لبره تقوم توسع البيوبل اللي هي الديليتور بيوبلي والسفيركتر او الكونستريكتور بيوبلي. التشنج يا دكتور الكورويد اتكلمنا عليه بيمنع الانترنال ريفليكشن اوف لايت لانه دارك اللي بيجمنتد وبيحتوي على ما هو الفاسكولار لاير، ما هو الفاسكولار لاير. التشنج يا دكتور تمام. خدوا بالكم للاسف الشديد الكونتراست سيء، ده الكورويد اهو، ده الكورويد. مش تعرف تعمل لي كونتراست اعلى من كده يا دكتور؟ ايه؟ احنا ميعادنا انتهى، محاضرتنا تنتهي الساعة كام؟ ايه؟ ايه؟ 10 كام؟ 10:25؟ ولا 10:75؟ ايه؟ ايه؟ طيب خدوا بالكم، خدوا بالكم عشان قبل ما تخلص المحاضرة، هنا أدي اللينس تمام، اللي ورا اللينس، اللي ورا اللينس حاجة اسمها فيتراس بودي، الجسم اللي احنا بنسميه بالعربي الجسم الزجاجي، واخد تقريبا الحجم بتاع الاي بول كله. ما احنا انا اتكلمت قلت لحضراتكم في الاول ان الفايبر الثلاثه لير بره بره، اوتر فايبر ميدل فاسكولار انر نيرفس اللي هي الريتنا، ودول بره كما لو كانت البرتقانه ليها ثلاثه لير ثلاث اشرات، اما اللي جوه اللينس والاكوس هيومر قدامها والبترس هيومر وراها اهو، ادي البترس هيومر ادي اللينز، وعرفنا الاكوس هيومر بقصته، اللي وراها البترس اللي هو الجسم الزجاجي. سبحان المولى، الجسم الزجاجي ده عباره عن جيلي لايك ماتيريال قاعد في ظهر اللينز سندها من ورا، عمل بروتكشن لللينس فروم بهايد تمام. تشينج يا دكتور، خلاص تشينج يا دكتور تشينج اهو، ادي اخليك هنا مع اللينس، ادي الكريست، ادي اللينس، ادي السيلياري بودي، وبعدين الكنال اوف سكيلر، ذيس از ذا كورنيا، ادي الاوتر لاير ديت، معرفش الانتيرو تشامبر، وادي الايرز اهي، دي الايرز اللي هو الكالر ديبورشن اوف ذا اي بول، الكالر ديبورشن اوف ذا اي بول ذا ايرز، وبعدين ديت الانتيريور تشامبر وديت البوستيريور تشامبر اللي بيحصل فيها الاكواس هيومر يا دكتور. الاكواس هيومر بسكريتد من السيلر بروسيسز، يعدي بالبوستير تشامبر على الانتير تشامبر يحصل له درينج. طب واحد يقول لي طب ايه فايدته؟ ايه فايده الاكواس هيوم؟ بيعمل، لا مش لابريكيشن، بيعمل نيتريشن لللينس والكورنيا لانه كلاهما نون فاسكولار، نون فاسكولار اللينس نون فاسكولار، ما هو لو فيها بلاد بيسلز حتى هتعمل هتعدي الضوء ازاي يعني، والكورنيا نان فاسكولار، يبقى ايه فايده الاكواس هيومر؟ الاكواس هيومر بيعمل نيتريشن لللينس والكورني، وبيعمل الريفلكشن اوف لايت يعني على الاقل بحافظ عليه تمام، وده الكورويد. التشنج يا دكتور تمام.
ده الفيتروس هيومر قلنا قاعد ورا اللينس جيلي لايك ماتيريال، حتة شوية جيلي. يا دكتور أنا تخيلت معاك إن الأيبول عبارة عن ليها ثلاثة كوتس من بره، أنا قلتها 100 مرة، برتقانة ليها ثلاث قشرات. طب إيه اللي جوه البرتقانة؟ موجود. دي نسميها بقى يا فندم كونتنتس أوف ذا أيبول. كفرنج ثلاثة. كونتنتس ثلاثة برضه. اللينث قدامها الاكواس هيومر ووراها الفيتروس هيومر. الكفرنج التلات، الفايبرس، الفاسكولار اللي جوه الريتنا اللي هي النيرفس. تمام. طيب بس خدوا بالكم، هاتي الرسمه اللي عدت يا دكتور. لا لا الرسمه اللي عدت كمان اقبس ديت. كان العيل قبل ما يتولد كان في كنال ماشيه فيها ارتري اسمه هيالويد ارتري واصل لعند الباك اوف ذا لينس، وبعدين ده حصل له ديجنريشن قبل الولد ما يتولد. وانتوا عارفين الارقام، هات التشنج يا دكتور عشان انا القط وانت بتعمل التشنج. ايوه التشنج كمان، هات لي ايوه الصفحه اللي مليانه دي. لا تشنج يا حبيبي. ايوه اقف لي عند ديت. كنال تمام في الفيتس كونتينز الهيلود ار اوتش نورمال ديسبيرز اباوت 6 اسابيع بيفور بيرث. الهيلويد ارتري بيبقى معدي في الفيترس، والفيترس ده يا دكتور انت متخيل ان هو يبقى شفاف للضوء. ما انا لسه ما وصلتش الراتب التشنج يا دكتور عشان ادخل على الراتب. ايه دي؟ في لا لا هات الكلام، هات الكلام. الريتل الريتل ال 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 الريتل. انتوا مش عندكم حاجه اسمها، اللهم صل عليك يا سيدي رسول الله، كان في حاجه زمان اسمها الكلوب اللي هو كان بيعمله ويدوله يضووا بيه ده، صح؟ ينوروا بيه. كانش موجود؟ لا بيبقى حاجه كده يتحط فيها جاز، ها؟ عامل زي اللمبه ويجيبوا لها رتينه، يجيبوا لها رتينه، ها؟ بتاع شفافه كده. لا مش فانوس، اسالي الحاج عليها، اسالي جد، ها؟ ايوه 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 اسالي جدك او جدتك والدتك مش هتكون عارفه. بيجيبوا لها رتينه، هو حاجه كده بيحطوا لها وقود زي الجاز، زي يعني مش بنزين، من فصيله البنزين يعني. اسمع يا ابو الطب، يجيبوا له يا ابني رتينه بتبقى ايه يا بنتي؟ عامله زي شفافه خالص كده اهو، وبعدين يعلقوها تقوم ايه تنور، يبقى ضوءها يا جماعه في قمه الابداع. اسالي جدتك عليه. يعني الكلام ده هتلاقوه احنا في دلوقتي، لا هتلاقوه من السبعينات وانتوا راجعين له. لا دي حاجه اسمها الراتينة. انا بتكلم على اسمها الراتينة، ما هي الرتنة، ما هي الرتنة. هنا كانوا بيسموها الراتينة، ما هي مش لا الكلام كله جاي من بعضه. تمام يا حضرات. يبقى الرتنة يا دكتور هات لي الرسمه، خدوا بالكم انتوا اهي الريتنا. يا ساتر على الكونتراست زي الزفت. الريتنا يا شباب بتتكون من تو بارتس، انتيريور بارت نون فيجوال. عشان كده ادي الانتيريور بارت نهايته نهوت. هات لي الرسمه اللي كانت فيها اخضر يا راجل يا محترم. لا لا لسه 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 لسه. الله انت جايب لي اهي، انت جايب لي يا راجل الريتنا ومبطل لي بيها الايرس. ايه ده الهبل ده؟ ايه الهبل ده؟ اصل المشكله الرسمه حلوه جدا، انا رسمها واحد رسام بس مش بتاع اناتوم. شاف الريتنا، الريتنا نهايتها اهو ليها بارت. طبعا ده الكرويد،
الريتنا ليها بارت نون فيجوال وليها اللي هو تقريبا الربع الامامي والثلاث ارباع اللي ورا الفيجوال بارت. نهيت انا اهو يشوف الهبل يعديها عداه فين 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 ده كلام؟ لا طبعا تشينج يا دكتور. المفروض الرسومات دي تراجع من قبل هات الرسم اللي كنا واقفين عليه. لا هات لي ديك احسن. ايوه تمام يا فندم. يبقى ادي الريتنا يا شباب، يبقى الريتنا بتتكون من جزئيتين، جزئيه اماميه نون فيجوال وجزئيه خلفيه فيجوال. سيبريتد عن بعض بحاجه اسمها اورا سراتا. سراتا يعني سريشن. سريشن ما دي سريشن. عارفين يعني سراتا يعني ايه؟ ما هي مش ها مش 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 هتقعدوا تبصوا لي ونبص لبعض، مش هينفع، مش هيمشي الكلام. سراتا انتوا عارفين سن المشط، مش بنسرح بالمشط كده؟ ما دي سريشن. استنى مش دي ما سريشن طالع طالع، ما دي سرات زي المنشار. تمام هنا اورا سرات اهو اهي اهي اهي. تمام الجزئيه الخلفيه من الريتنا اللي هي الفيجوال بارت بتتكون من تو بارت، واحده بره اوتر وواحده انر. تمام التشنج يا دكتور. انت سريع خالص يا اخي، انت راكبك العفاريت تشينج. طب اصلا الرسم مش عاجبني، الكونتراست بتاعها مش عاجبني. تمام طب تشينج كده في طيب. لا لا لسه، هلا هات لي اي رسمه في الريتنا لسه ما تمام اقف عند دي. الريتنا يا جماعه طبعا انتوا عارفين الريتنا وما ادراك ما الريتنا، الرتينة بتاعت الكلوب التي تضيء ما حولك فيها تو بوينتس. ساعة لما دخلها الاوبتيك نيرف دي بيسموها بلايند سبوت. انتوا عارفين الريتنا فيها تو تايبس اوف فوتو ريسبتورز، فيها ايه؟ تو تايبس اوف فوتو ريسبتورز. يخرب بيوتكم الرودس والكونز. الرودس بتسمح بالفيجن في الديم لايت في الضلم، والكونز بتسمح بالفيجن في البرايت لايت. دي مهمه جدا يا شباب. ايه ولا انت هتدلك عيل دي كده طول النهار؟ الرودس والكونز يعني تو تايبس اوف ريسبتور. تمام وفيها تو بوينتس عايزك تركز عليهم تحفظهم زي اسمك. عندما دخلها الاوبتيك نيرف بلايند سبوت هذه البوينت لا فيها رودس ولا فيها كونز. يلا يبقى لو اجى الضوء لو اجت الصوره عليها مش هتشوفها. تمام يرد عليها بقى ايه؟ هنا هو يا شباب ربنا سبحانه وتعالى يدينا جاست بيهايند اللينس. الاوبتيك نيرف على طول، الاوبتيك نيرف ده بيبقى ميديال شوي طالع من الميديال كده. طيب في السنتر بتاع الاي بول هتلاقي حته هي اهي اسمها فوبيا سنترال ديبريشن، حته ديبريسن. It is the most sensitive part of the retina. It is present behind the center of the lens. في الـ في الـ في الاكويتر بتاع الايبول. طب واحد يقول لي يا عم ده الاكويتر الاوبتيك نيرف، هقول له لا الاوبتيك نيرف بيبقى ميديال عن الاكويتر. الاكويتر اللي هو بيسموه ما اعرفش ايه، صح؟ صح؟ الاكويتر ما اعرفش اسمه ايه، صح؟ اللي هو السنتر بتاع الايبول. يعني الايبول بول، صح؟ السنتر المركز، المركز زي مركز الكرة الأرضية، ده مركز العين الإكويتر. الأوبتيك نيرف مش في الإكويتر، لا ده ميديال سن. الفوبيا سنتراليز ديبريسد اريا في الإكويتر يا دكتور.
ايه هي الفوبيا سنتراليز؟ على عكس البلايند سبوت، البلايند سبوت ذا بوينت اوف انتري اوف ذا اوبتيك نير، لا توجد فيها رودس ولا كونس، واي ايمج تقع عليها نصين قولا واحدا. لكن ربنا سبحانه وتعالى ادانا هنا فوبيا سنتراليز ديبريسد اريا في الاكويتر بالظبط، جاست بيهايند السنتر اوف ذا لينز، مليانه كونز ما فيهاش رود، بتسمح بالكريتيكال فيجن في البرايت لايت. الديم لايت طبعا ملهاش دعوه بيه. التشينج يا دكتور، الاوبتيك نيرف يا حضرات بيتكون من الجانجليون سيلز اوف ذا ريتنا، بيحمل الفيجن بتاع الفيجن باسوي، طوله 4 سنتي، الجلوب فيه 1 ملي. الجلوب سبحانك يا رب، مش بيقولوا على الكرة الأرضية الجلوب، والجلوب بتاع الأواه 1 ملي. وبعدين لما دخل في الاوربت لعند ما وصل الاوبتيك كانال خد كم ملي؟ ها؟ 24 ملي. أيوة النبي يا بنت الله يصلح حالك، اقري من الكتاب وقولي، ما تسمعيش احيانا بيبقى في مسرحيه وراجل عمال يملي ورا، ده كان بملي فؤاد المهندس يا بنت. تمام؟ وبعدين مشي في الاوبتيك كانال 9 ملي، وبعدين دخل الكرينيال كافيتي كام يا بنتي؟ 16 ملي. طب واحد يقول لي وده كله، واحد بقى شاطر فيه هيقول طب وده كله يعني الاوبتيك نيرف يا ولو ديامتر يا بنتي صح؟ ما تقريه نهارك مش معدي، هات لي يا ابني عشان اغش. ها الاوبتيك سكند كرينيال نيرف درايفد من الاوبتيك ستوك اللي هي بتديني هناك البيتيوتري في الاسبوع السابع، جانجليون سيلز الاوبتيك ديسك. اه ما هو الاوبتيك ديسك اللي هي البلايند سبوت، البلايند سبوت ما هو طالع من الجانجليون سيلز اوف ذا ريتن. اوعى تنسى ان طول 4 سم واحد ممكن يقول لي طب وليه ال 4 سم؟ هقول له اه ما هو الاي بول لو طلعت لقدام تقطع الاوبتيك نيرف، يقوم ربنا سبحانه وتعالى يدي لها كشكشه زي الـ زي الـ زي الفيس الفيشال ارتري تورشس. ليه؟ اها عملت ستريتش يبقى الفيشال ارتري حصل له اكوموديشن. انت واحد لا قدر الله حصل له أقل شوية في الويت، الفات قلت، يبقى الأي بول طلعت قدام شوية، يتقطع الأوبتيك نيرف؟ لا، يبقى في ريسير 4 سنتي 1 ملي في الجلوب. زميلتكم غششتني، بتغششيني يا بنت بصق يا 4 ملي 4 في الأوربت يعني 2.5 سم، 9 ملي في الاوبتيك كانال، 16 ملي تشينج بالطب. تشينج يا ابني، ذيس از ذا اوبتيك نيرف. واوعى تنسى ان الاوبتيك نيرف ماشي فيه سبحان الخالق العظيم، الاوبتيك نيرف ماشي فيه الاوبسالم كارتي جواه جواه، وهو معدي الاوفسالميك ارتري، هما الاثنين داخلين القرب الاوبتيك كانال. الاوفسالميك ارتري كان تحت الاوبتيك نيرف، اداله سنترال ارتري اوف ذا ريتن. تخيلوا بالفوري الاوبتيك نيرف، لا الرسمه مش جايباه كويس، ماشي هنا هو يا نهار ابيض، ماشي في الاوبتيك جوه الاوبتيك نيرف ورايح يصبلاي الريتنا يا بنتي. ولو لا قدر الله هذا السنترال ارتري حصل له اي تز ان اند ارتري يا دكتور، يعني ايه اند ارتري؟ يعني لا قدر الله ما فيش انستموز،
الغلطة بفورة، الغلطة بفورة اهو. وهم معدين في الاوبت الكنال تشينج يا دكتور اهو، وهم معدين الاوبت نيرف ده هو يا شباب، ده هو الاوبسالميك ارتري ماشي تحت منه في الاوبت الكنال. ده الاوبسالميك ارتري اللي هو حدوته مع الاوبت نيرف مشي تحت منه، وبعدين لف على الميديال سايد، وبعدين فوق منه، وبعدين يعني عمل حدوته، عمل دايره حول كده تحت، وبعدين لف حوليه وبعدين مش فوق منه، وهو تحت منه اداله السنترال ارتري اوف ذا ريتنا. راح السنترال ارتري اوف ذا ريتنا ماشي جوه الاوبتيك نيرف ورايح يسبلاي الريتنا، وتزق لي بلاد سبلاي اوف ذا ريتنا. ولا قدر الله لو حصل فيه اي دمج، الغلطه بفوره، الغلطه بفوره. It is an in the artery. ويا ريت تروحوا كده وتشوف، تقعد مع جوجل، جوجل تقول what are the in the arteries، الارتريز التي لا يحدث فيها انستوموزس. مشكله يا دكاتره، ان دي ارتري دي مشكله يا بنتي. يعني لا قدر الله لو حصل كاتنج لاي ارتري في اي مكان مفيش مشكله، ده بيشيلوا الفامورا واللور لمبتحيش. لكن ما تقدريش تشيلي ارتري رايح لا قدر الله للهارت، للبرين، الهارت، للبرين، البون مارو، الريتن. الاند ارتريز ديت في قمه الاهميه عشان تاخد اورينتيشن بالاورجن اللي هو له اند ارتري يا دكتور. اللي له اند ارتري لازم تعمل له تعظيم ثلاث وتحاسب عليه. This is the optic nerve. اوعى تنسى ان طول اربع. طب انا جايب لكم الرسمه الحلوه ديت ننهي الحوار بيها، ايه رايكم في رقم واحد؟ طب رقم اثنين انت تسكتي يا هناء، يا هناء، يا هناء تسكتي. رقم واحد. طب رقم ثلاثة. طب رقم اثنين ليفيتور بالبيبري سيبريوزس، برافو عليكم. طيب رقم أربعة الميديا. طب رقم تسعة. طب رقم عشرة. لا لاثر الريكتس عشان النوزة اهوت يا اخي، ديت اللاثر صح. وبعدين الانفيريو ريكتس واخدة في الانفيريو انفيريو لاثر كوادر. تمام، تفضلي معالي البروفيسور، تفضلي يا فندم. ان شاء الله نشوفكم بكره الساعه 1.